أشهد أن لا إله إلا الله، حتى نستحي من الله حق الحياة لابد أن نعظم الله تبارك وتعالى، ولن نعظم الله حق تعظيمه حتى ننظر في عظمته وننظر في ملكوته وننظر إلى عظيم خلقه تبارك وتعالى. فعظمة المخلوق تدلنا على عظمة الخالق. نظرة سريعة إلى مخلوقات الله وإلى ملكوت الله تبارك وتعالى: السماء، الأرض، الجبال، الطيور، الدواب، الليل، النهار، البحار، الأنهار، الخريف، الشتاء، الربيع، الصيف، البرق، الرعد، المطر، أوراق الشجر، حبات الرمال، أنت في نفسك، شعرات رأسك، بصمات يديك، دقات قلبك، ضخات الدم في جسدك، قدميك، يديك، عينيك، سمعك، لسانك، أسنانك، كل هذا ستجد وراءه رب خلقك فسواك فعدلك. إذا نظرت في ملكوته تبارك وتعالى، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل، فمن أوجد فيه قمره وزانه بأنجم كالدر منتثرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى المرء فقل: من شق فيه بصره؟ من ذا الذي جهزه بقدرة مبتكرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. هو الله، هو الله، وما للروح إلا هو، أيذكرني وأنساه، وليس الحب إلا هو، وهل للقلب من أحد إذا ما الدمع أضناه؟ بصمت الليل يحفظني ويرعاني بعيناه، وأدعوه فيسمعني وتغرقني عطاياه، رحيم ليس يتركني إذا ما قلت رباه، وأدعوه ليرحمني فيدركني برحماه. هو الله، هو الله، وما للروح إلا هو. أعظم ما تلقى الله به قلب شديد الحياء من الله، قلب شديد الخجل من الله، قلب شديد الحب لله، قلب شديد الوجل من الله، قلب شديد الرجاء في الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاملأ قلبك بحبه وعظمته وتفكر في خلقه لعلك تصل إليه في الدنيا قبل الآخرة. سأل الله أن يوصلنا إليه.